الله يبطل كل سحر عظيم بالذلة في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة بسم الله يبطل كل سحر عظيم للذلة في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة يبطل كل سحر عظيم في الأبواب في الأعتاب في الأبواب في الأعتاب في الأبواب في الأعتاب في الأبواب في الأعتاب للذلة يبطل كل سحر عظيم للذلة في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة وقفت شياطين وقفت شياطين وقفت أبانسة وقفت شياطين وقفت أبانسة وقفت في الأبواب في الأعتاب في الأبواب في الأعتاب للذلة بسحر عظيم وقفت بسحر عظيم وقفت بسحر عظيم سكنت بسحر عظيم تلبست بسحر عظيم أمرضت للذلة في الأقدام للذلة في الأقدام للذلة في الأقدام للذلة في الأقدام للذلة شياطين وقفت في الأبواب للذلة في الأعتاب للذلة في الأقدام سكنت في الأقدام سكنت في الأقدام سكنت في الأقدام سكنت للذلة للذلة للأبناء ذلة للبنات ذلة للأبناء ذلة للبنات ذلة حيات سكنات تعابي سكنات حيا سكنات تعابي سكنات في الأقدام سكنات في الأقدام ربطات في الأقدام حبسات للذلة شياطين للذلة شياطين للذلة شياطين للذلة شياطين للذلة في الأبناء للذلة في الآباء للذلة في الأمهات للذلة في البنات للذلة شياطين أقوياء للذلة شياطين أقوياء للذلة للانتقام والذلة للانتقام والذلة للانتقام والذلة شياطين سكنت شياطين تلبست شياطين سكنت شياطين تلبست في الأقدام للذلة في الأقدام للذلة في محق الخطوات ذلة في محق الخطوات ذلة في ثقل الخطوات ذلة في الشلل 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 ذلة أثقلت في الخطوات أثقلت في البركات أثقلت في الخطوات أثقلت في البركات أثقلت في الخطوات أثقلت في البركات أثقلت ذلة شياطين الذلة شياطين الذلة شياطين الذلة بمرشاش أثقلت بمرشاش عقدت بمرشاش نهقت أبانس مسان أبانس مسان أبانس مسان للماسونية أبانس
للماسونية أبانسا، للماسونية أبانسا، للماسونية أبانسا، للماسونية أبانسا، للماسونية أبانسا، للشيطان الكبير، الشيطان 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 الشيطان. الماسونية ماسونية 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 أبانس، ماسونية شياطين، ماسونية أبانس، ماسون شياطين، ماسون أبانس، ماسون شياطين، ماسون. للماسونية 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 سكر الأقدام، سكر الأقدام، سكن الأقدام في السير والأقدام في الخطى والأقدام في السير والأقدام في الخطى والأقدام. شياطين سكنت، شياطين تنبست، شياطين اختفت، شياطين. الماسون قوية، الماسون قوية، الماسون قوية، الماسون قوية، الماسون قوية. جلاهم الله. لقد جعلتم ثقلا في خطوات الفتاة الصبية الصغيرة حتى تورثوا الذلة في سيرها وخطواتها، فلم تعد تقوى على السير والخطى. أبالسة الماسون سكنوا الإبنة، وكانت في بداية المس تقوى على السير، إن خرجت من البيت تمشي بخطوات بخطوات متزنة بفضل الله، وإذا رجعت إلى البيت لا تقوى على السير أبدا. نعم، لقد صعد شيطانها الذي يسكنها فيحرك قدمها ويدها. نعم، لقد جلاه الله فيها وفي أخيها، يرفع كذلك الماسونية، إنها أسحار الانتقام والذلة في البيت. شابة صبية صغيرة في سن 12 سنة لا تقوى على المشي أبدا. نعم، والطب في فحوصاته، في كل الفحوصات يقول أن ما بها علة أبدا. نرى كما قال والدها والدتها وأخوها حينما نسمع رقيتك تهتز وتنتفض، وهو الآن فعلا يعني يكسر التوحيد وينتفض في الخطى في الخطوات في القدم. أما أخوها فترات يرفع الماسونية وفترة القبضة بقوة وبرعشة، إنه سحر على البيت، على أعتاب البيت وأبواب البيت، سحر مرشوش لكنه عظيم، لكنه قوي. المرشوش جعل الشلل التام يعز الطب والأطباء في ابنة صغيرة، ما ذنبها؟ وكذلك في أخيها، ولا شك أنه يؤثر على كل البيت. ومن غرائب وعجائب الجن أنها في منتصف الليل تشعر كأنها تلبس ملابسها وتأخذ محفظتها ومحفظتها وتريد الخروج إلى المدرسة حتى تلحق بها أختها، تقول إلى أين، وهي ليست في وعيها ولا في إدراكها. الآن قد أخذ حتى هو في شمالها القبضة، كما الآن في ابنة الصغيرة القبضة، وفي أخيها كذلك القبضة. نعم، جلاهم الله تعالى. صراحة أسفت لحال هذه الابنة، كل واحد لا يود أن يرى أبناءه في هذه الحال، وهو العدو فيها، يهودي مسؤولي شيطان، يرفع رمز الشيطان والقوة، رمز الشيطان في يد ورمز القوة في يد. وترى الحيات والثعابين
ترى الحيات وترى الثعابين وهي قفلة صغيرة، وأنا أجزم أنهم في قدمها. وهنا يتجلى الشفاء والعلاج بإذن الله بأسباب أخرى عجز الطب عنها، لأن عملت الفحوصات، الأشعة، الأدوية، كل شيء يقول طب ما بها علة أصلاً، لا تظهر عندنا هذه العلة. فما سر الشر الذي كان يأتيها فقط حينما تدخل البيت وإذا خرجت عادي، الآن في البيت وخارج البيت لا تمشي، وهم الآن ينتفضون في القدم ويرفعون رمز الماسونية ورمز القبضة، الآن هم في البدن وأخوه كذلك يرفع الآن كير يرفع، شوف الحركة عنده، إما هكذا وإما هكذا وإما هكذا، أي نحن شياطين أقوياء للذلة. وقل نعم للذلة. الأبناء في حياة الثعابين. طيب ما ذنب البيت؟ ذنب البيت أنه آذته حاسدة، حاقدة، ساحرة، حاقدة، حاسدة، ساحرة. الجن التي والشياطين الأباني ستعلم من هي، لأنها تتفاعل مع هذا الفعل فتعلم أن البيت محسود ومسحور. الحسد والسحر ماذا من المساكين؟ يأتي إنسان بسحر فيرشه على عتبة بابك وبيتك، على أبنائك وبناتك، عليك وعلى زوجك، فيفرق ويشتت ويدمر، فتسكن الجن والشياطين فتقول حتى نحن أكرهنا على الدخول وسنبقى في الأبدان. نعم لقد جئنا كي نذل ونعذب الصبية والكبار، لا نفرق بين النساء والرجال، نعذب الجميع لأنهم قربوا لنا القرابين، ذبحوا لنا، رشوا لنا، قاموا بالبخور وطقوس الجن الشعبان لنا، جاءوا لملوك الجن، قربوا لملوك الجن وأبارسة الجن فأرسلونا وقبضونا وقيدونا. فما ذنب البيوت؟ هكذا تئن البيوت والجن فيها. قالوا لي أخذناها إلى كثير من العلاجات والمعالجين والرقى. لكن السؤال، وهذه أمل، لذا قلت لهم هذه تنزل تقهم ثلاث أيام، قلت لهم إذا كانت هي عند الرقى والمعالجين ولم تتأثر ويقول بالمقاطع ما شاء الله تتأثر، إذا المقاطع هزت شيئا في البدن، لكني أنا الآن أراه عيانا، أجزم أنها مصابة بسحر وأخوها أيضا، إذا ما ذنب هذه المسكينة؟ لا أحد يرضى أن يكون له أبناء يؤذوا بها في الكثير، حتى وخم يكون جود جارك ولا مسلم أي إنسان، حتى الكافر ما تبغيهاش ليه، الكافر لا ترجو أن يؤذى هكذا، يكون في الصحة وعافية يصبح فيه شلل، الكافر لا ترجو هذا، وما ظنك بالمسلم؟ هكذا الجن هي الآن في الأبدان الماسونية. خلاص واضحة، ذلة، قوة ماسونية. خلاص رأيت أنه ينفض القدم التي لا تتحرك يحركها. إذا أقول لك أيها الماسوني، من جئت للذلة اعلم أنك ظلمت. لا بد أن نبين لك، قد ظلمتم هذا البيت، صح أم لا؟ ظلمتم الأب والأم والأبناء والبنات، لقد ظلمتم الجميع. أنا أعظكم طاعة لله، ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ حسنوا، سحروا، هذا ذنبهم، وهم لا يعلمون المساكين أن الجن تسكن بيوتهم، أن الكبار تقف على أعتابهم وأبوابهم. حينما أقول الشياطين الكبار تقف على أعتابهم يحركون قدمي في الفلت في الابن الصغير الذي يتحرك، لأنهم يفهمون العربية، يفهمون الكلمة جيدا. نعم، لأنهم فعلا أصابوها عند العتبة، في العتبة الباب والبيت. تذكر كلامي جيدا، الآن هم معقودين، تذكر كلامي جيدا،
حتى وإن سكن قويا فأصاب بالشلل والذلة لكنه معقود. على قدر السحر تكون العقد، على قوة السحر تكون الأقفال والسلاسل. هؤلاء الجن عليهم عقد وسلاسل. نعم السحر قوي، نعم للذلة، نعم مرشوش، نعم كيد وكيد، لكن كذلك عليهم عقد وسلاسل وأقفال. والذي سيجري هذا الضربات ثم الهزات ثم كمان الإشارات ثم الكلمات ثم الاعتراف ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى الإسلام، ثم بعد ذلك النطق والمشي والحركة بشكل سوي بفضل الله. تذكر إن شاء الله كلام هذا جيدا، لأنهم حبسوا وسجنوا في الأبدان. حينما جاءوا بهم بسحر ماذا قالهم؟ عائلة فلان فلان، عازل فلان فلان، ولد فلانة، ولد فلان، الذلة، صح ولا لا؟ هذا هو الأمر. هو يجيب الآن بإشارة، نعم ذلة بسرعة في القدمين وفي اليدين، والقبضة عند الإبنة كذلك أو الشيطان. فلهذا أنا أبين بداية حتى يكون الأمر جلي. إن من أخطر الأسحار وأسرع الأسحار عندك سحار اثنان أو قل ثلاثة. عندك الذي يمشي مع الأكل والشرب، عندك الذي يشم، وعندك الذي يتخطر الإنسان. هذه سريعة جدا، إصابتهم تكون على الفور والتو سريعة، لأنها تصل إلى قاع الجسد، تصل إلى عمق الجسد. المرشوش والمخطأ، المأكول، المشروب، المشموم، المشموم بأنواعه محروق أو غيره. فهذه الأصحاب سريعة جدا، تعطي إصابة في البدن والعياذ بالله، وتحكم الجن والشيطان في البدن كما هو الآن، كما هو الحال. نعم تأتي بالشلل، بالشلل تأتي بالعلل، بالعلل تلحق المال، تلحق المال، تتلف الجمال، تشوه الجمال، أمور كثيرة جدا. الشياطين الآن، أنا أتعلم أن أسمع هذا الكلام حتى تفهم أنها فقط مجرد نور مسخرة كما يقول على الخشبات، على هذه الأبدان. يعني شياطين مسؤول يهود أحكموهم على البدن، منهم من يسكن العقل الآن، ومنهم يسكن الصدر، ومنهم يسكن البطن، منهم يسكن الرحم والعورة، منهم يسكن المعدة، منهم من يسكن الفخذ والساق، وهكذا. كلهم عقدوا على هذا الجسد. جات يتخطاه فسكن الجن، تخطته فسكن الجن، موكل بها. غجي فلانة من فلانة تخطى السحر يفتح لك الباب تدخل. نريد أن الأم تعيش القهر والعذاب والذلة في بنتها، ونظر هذه البنت تكبر في الذلة أنك تأخذ القدم والساق، وبالتالي تقع في مقعدة ويشوه جمالها وتصبح في تعب. هذه الخلاصة. أخوها كبير ما شاء الله شاب، ولكن كذلك عنده الذلة، يرفعون القبضة والمسؤولية والذلة. نعم فئة للذلة. طيب تعطيل، عنده تعطيل منذ في كل شيء منذ الصغر، والحوادث بالسيارة دائما بدون سبب، تعطيل في كل شيء، وسريع الغضب مع الوالدين، سريع الغضب، سريع الغضب، سريع الغضب، سريع الغضب. نعم تتملك أعراض العاشقة، أعراض العاشقة تتملكه. طيب أعراض العاشقة تملكه. طيب وعنده التمريض، 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 وضيق الصدر كثيرا، وضيق الصدر، ضيق الصدر. طيب أما الأخت الصبية الصغيرة الشابة الطفلة الصغيرة تقول أول مرة غادي نروح كانت ناعسة، ثم 12 ليل وقت راسي لابسة حوايجي باش نمشي للمدرسة، واخا أنا هكذاك النهار ما كانش غادي نمشي للمدرسة، فاش
ما عقدت على والو غير اختي اللي قالت لي واحد المرة كنت كنتفرج في التليفون شفت واحد المرة كانت ما عندهاش رجلين ما عندهاش رجلين اسمع وفاش شفتها لقيت بروكيا فيها وهذه كانت لابسة كل شيء أحمر اسمع أحمر وكان يلا خرج المرأة خرج واحد شنية واحد الراقي من الدار وشنو ودابا تقريبا عام ونص وها مريضة وفي رمضان اللي مرت فيه في الليل في ليلة القدر كانوا داروا البخور في الدار ما قدرش نبقى في الدار كنت باغي نخرج من ديك المنطقة حلمت بحال شي واحد كان كيلقي شي واحد في القبر وهذاك اللي في القبر كيتكلم حلمت واحد المرة كانت لابسة كلشي بحال نفس الفيلم كانت واحد المرة ماشي بحال الأولى جبدات من واحد القبر جبدات كلشي حاجة بحال الذهب فهذاك رمضان اللي عمرت فيه كنت حلمت شي واحد دق في الباب ديال الدار وجات ختي وقالت لينا بلي هذاك اللي دق في الباب قال ليها راه سخر ليا عندكم كاين شي بلاصة ودير دم طيب إذا ما هذه المرأة ها؟ في المقبرة نعم نعم طيب الأمور هذه كلها كتدل على أن ثمة سحر بالدم والذبح وكذلك في القبر وعلى البيت طيب والذبح شياطين الذبح والدم والقبور والموتى والذلة والتعطيل في كل شيء هذه أمور الآن تظهر لماذا الأبناء كلهم إذا بصابك ماسون طيب بسم الله وذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر المقابر حتى زرتم المقابر شياطين أرسلوها من القبور
جاءوا بها من المقابر والقبور أبارس من المقابر والقبور أبارس من المقابر والقبور أبارس بسحر في المقابر في القبور 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 مدفون في المقابر في القبور معقد في المقابر في القبور مدفون في المقابر في القبور معقد في المقابر في القبور مدفون في المقابر في القبور معقد في المقابر في القبور مدفون في المقابر في القبور معقد في المقابر في القبور معقد في المقابر في القبور مدفون في المقابر في القبور معقد في المقابر في القبور معقد في المقابر في القبور مدفون في المقابر في القبور معقد في المقابر في القبور مدفون في المقابر في القبور معقد في المقابر معقد في المقابر معقد في المقابر معقد في المقابر مدفون في المقابر مدفون في المقابر معقد في المقابر مدفون في المقابر معقد في المقابر مدفون في المقابر معقد في المقابر مدفون بالدم مدفون بالدم مدفون بالدم مدفون بالدماء مدفون بالدماء مدفون بالدماء مدفون بالدم 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 مدفون في المقابر مدفون في المقابر مدفون جلت الله فاسمع واعلم عذبت البيت جلهم الله جليا عذبت البيت اسمع عذبت البيت فهيا الى الله جل وعلا خلاص أمور واضحة هي خطوات نواصل بإذن الله اسمعني جيدا عذبت البيت كبير يسمع الآن يرى الآن يسمع الآن يرى الآن فاسمع واعلم ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى بسم الله تدك عروش الأبارسة تدك دكا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ينسفها ربي ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أنت بسم الله تبطل أسحاركم تبطل أسحار السحرة أسحار الكفرة أسحار صنعت لوالد ووالدة صنعت لأب وأم صنعت لأبناء وبنات صنعت لبيت تبطل أسحاركم بسم الله تبطل أسحاركم بسم الله في القبور تبطل في الأعتاب تبطل في الأبواب تبطل صنعت في أعياد في مناسبات على أعياد على مناسبات تبطل على ذرية على أبناء وبنات بسم الله تبطل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يبطل كل سحر لليهود عظيم، بنجمة اليهود عظيم، بسحر اليهود سحروا عند اليهود سحروا، بطلاسم اليهود سحروا، بشياطين اليهود سحروا. بسم الله يبطل كل سحر عظيم لليهود، صنعت في أعياد، في مناسبات، على أعياد، على مناسبات، تبطل على ذرية، على أبناء وبنات. بسم الله تبطل. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يبطل كل سحر لليهود عظيم، بنجمة اليهود عظيم، بسحر اليهود سحروا عند اليهود سحروا، بطلاسم اليهود سحروا، بشياطين اليهود سحروا. بسم الله يبطل كل سحر عظيم لليهود بالدماء، لليهود بالنجاسات. يبطل كل سحر عظيم بالمنخنقة لليهود، بالموقودة لليهود، بالمتردية لليهود، بالنطيحة لليهود، بالدماء لليهود، بالسماع لليهود، بالحياة والثعابين والعقارب لليهود، بالحيض والنفاس لليهود، بالسلاسل والعقد والأقفال لليهود. يبطل كل سحر عظيم خادمه يهودي. يا يهودي فاسمع، يا يهودي فاسمعي، يا يهود فاسمعوا، على السلالة يهود، على النسل يهود، على الأبناء يهود، على البنات يهود، على الجمال والقوام، على العمل والمال يهود، في العقل يهود، في البصر يهود، على القلب والصدر يهود، على الشهوات يهود، على اليدين يهود، على القدمين يهود. فاسمعوا معشر اليهود، ما كان إبراهيم يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. أسلموا لله، أسلموا لله، وتوبوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا من سكنتم بعين يهود، سكنتم بحسن يهود، سكنتم بعشق يهود، سكنتم بأسحار يهود. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. تبطل كل عين، خدامها يهود، حراسها يهود، عاشق يهودي أسلمي، عاشق يهودي أسلمي، خادم يهودي أسلمي، حارس يهودي أسلمي. أسلموا لله، أسلموا لله، اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا توبوا إلى الله وأعطوا عهدا في اليقظة والمنام لا تسود الجمال لا تمحق المال أبطلوا كل عهد بكفر أوقفوا كل وعود مع الكفرة مع السهرة طاعة لله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أعطوا عهدا ووعدا لا حسد بعد اليوم ربنا لا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الحمد لله الذي جمعنا على الهدى الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدهم ربنا حيثما كانوا يسر لهم ربنا الإيمان والاستقامة والالتزام حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم ربنا من الراشدين معشر الجن جلوا لله الفضل والخير في اليقظة والمنام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان معشر النصارى أسلموا لله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أسلموا لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الله أكبر من كل جهل جبار الله أكبر من كل شيطان جبار أين الجبارون أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ في العقول متكبرون، في الصدور جبارون،
في الصدور متكبرون، في العورات جبارون، في العورات متكبرون، في اليقظة جبارون، في اليقظة متكبرون، في المنام جبارون، في المنام متكبرون. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ بالعين جبارون، بالعين متكبرون، بالأعين جبارون، بالأعين متكبرون، بالحسن جبارون، بالحسن متكبرون، بالحسن جبارون، بالحسن متكبرون. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ بالعشق جبارون، بالعشق متكبرون. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ بالأسحار جبارون، بالأسحار متكبرون. أين الجبارون؟ ملوك من الجن جبارون، ملوك من الجن متكبرون، شياطين جبارون، شياطين متكبرون، خدام جبارون، خدام متكبرون، حراس جبارون، حراس متكبرون. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين الملوك الجبارون؟ أين الملوك المتكبرون؟ أين الشياطين الجبارون؟ أين الشياطين المتكبرون؟ جبارون متكبرون، جبارون ومتكبرون، جبارون ومتكبرون. أقوياء أشداء، أقوياء أشداء، أقوياء أشداء، أقوياء أشداء، أقوياء أشداء، أقوياء جبارون، أقوياء متكبرون، أقوياء جبارون، أقوياء متكبرون. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ جبارون متكبرون مختفون، جبارون متكبرون مختفون، جبارون متكبرون مختفون، جبارون متكبرون مختفون، جبارون متكبرون مختفون. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ جبارون متكبرون، جبارون متكبرون. أشداء أقوياء بسحر شديد، بسحر شديد، بأسحار شديدة، بسحر شديد، بأسحار شديدة. أقوياء أشداء جبارون متكبرون، جبارون متكبرون، مختفون، مختفون. تملكوا الجسد جبارون، تملكوا البدن جبارون، رفعوا الجسد جبارون، قلبوا الجسد جبارون، جبارون متكبرون. يهتزون يرتعدون، جبارون متكبرون، جبارون متكبرون، جبارون متكبرون. في الزواج جبارون،
بالزواج متكبرون بين الأزواج جبارون بين الأزواج متكبرون للتعطيل جبارون للتعطيل متكبرون جبارون متكبرون في الجمال جبارون في الجمال متكبرون جبارون متكبرون أورث الأنا جبارون متكبرون أورث الأنفة جبارون متكبرون أورث العلو جبارون متكبرون أورث التسلق جبارون متكبرون أورث الغلظة جبارون متكبرون مع الناس جبارون متكبرون في الصدر جبارون متكبرون في الكلام في الكلام جبارون متكبرون في المحبة بين الأزواج جبارون متكبرون أقوياء أشداء من الرجال أقوياء أشداء من الرجال أقوياء أشداء أقوياء أشداء شياطين أقوياء شياطين أشداء شياطين أقوياء شياطين أشداء جبارون متكبرون أين الجبارون أين المتكبرون في العقل جبارون في العقل متكبرون في الجناد جبارون في الجناد متكبرون في الناصية جبارون في الناصية متكبرون في العينين جبارون في العينين متكبرون في اللسان جبارون في اللسان متكبرون في الصدر جبارون في الصدر متكبرون أين الجبارون من الجنيات تجبار من الشيطانات تجبار أين الجبارون أين المتكبرون جبارون متكبرون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين الله القوي الله الناصر الله القوي الله الناصر فما له الجبارون المتكبرون لا قوة لهم ولا ناصر الجبارون المتكبرون لا قوة لهم ولا ناصر الجبارون المتكبرون لا قوة لهم ولا ناصر الله القوي الله الناصر أين الجبارون أين المتكبرون يعذب الجبارون يعذب المتكبرون شياطين كبار جبارون شياطين كبار جبارون شياطين كبار جبارون شياطين كبار متكبرون شياطين كبار متكبرون شياطين كبار
لكم بالقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أين الجبارون أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر فلا ناصر لهم أين الجبارون أين المتكبرون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة كانوا أشد منكم قوة فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وكانوا أشد منهم قوة
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا يهلك المتكبرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة
شنو كتحسي يا بنتي؟ هذه الدموع بلا ما قدرتش نهزها حتى دابا. الشمال الشمال اليسرى هذه ولكن هذيك كسر اليسرى كسر، ولكن شوفي اليسرى ما كتقدريش تحركيها، ولكن اليمنى هي كدير الحركه اكثر من اليسرى. الحركه اللي كدير القبضه وكتبدا تهز وتحط. هذا صح. اه اليمنى كسر. انا اللي كنشوف فيها من هنا. ولكن فاش كنت هز التوحيد ما بحال ما قدرتش نحرك يدي. ورجلك كانت كتحرك حتى هي. ولكن رجلك الشمال رجلك اليمنى كتحرك كسر. انا من هنا متبعك، رجلك اليمنى كتحرك كسر، يدك اليمنى كتحرك كسر حتى ان يدك تهزت وتحطات. هذيك اليمنى. اليمنى كتحرك بزاف. بقاي معايا. خوك كيهز رمز الدله والقبضه والماسونيه، وكتحرك حتى اليمنى كسر. ورجل اليمنى كثر. سمعوني مزيان باش نكون معكم ناصح. سمعوني مزيان، انا هاد البنيه انا غنتكلف به. الله يسلمك. صافي باذن الله تعالى، وغتوصل ان شاء الله للعلاج وغتمشي على رجليها. الله يسلمك. غتجيب لي الدوسي ديالك الميديكال ديالها ياك؟ نعم. غتجيبو لي كامل وغتجيب لي معاك شنو خور قلنا خاصه. فاش تلقاها هي فاش؟ السابعة. السابعة. دابا انت كتقرا هي دابا كيما كتقرا ودابا كغدير خصها مابقاش باش تمشي لا باش تمشي وتجي ما خدامش هذه خصها واحد 3 ايام هنا يوميا باش نوصل نثبتوا الحاله. شوف 3 ايام ديال العلاج باش نثبتوا الحاله صافي تبان الامور باذن اما تمشي 100% او المهم صافي تبدا يطلع لك الشيء اللي فيها فهمتي. انا كنتكلم معاك دابا كلام ديال الصراحه. هذه الان امور واضحه، عندها ماسونيه، عندها دله، عندها مرشوش، عندكم سحر القبور. شوف سحر القبور وعندكم المرشوش وعندها شيطان. هي اللي كتشوفها كتشوفها لابسه الحمر وكذا، عندها شيطان الان كتاثر جبار ومتكبر، كتاثر في الشيطانه الدم القبور المرشوش الدله. كتقول كيجي داك الشيء كيبان لها في التلفازه في الحيط. هادشي في الاول فشي راه داك الاصابه. كتقول لك راجل معوق ولابس الزرق وبالحيته. وكتشوف مرة ما عندهاش رجلين. ها هي. ها الكلام. هادشي في الاول فشي راه كتصاب. شويه كتخرجوا الزنق كتمشي غير رجليها كتدخلوا للدار كيجي الشلال. بقات غادا تبقاش كتمشي كاع. صافي الامور. ديالها الخبر والزيت. نقول لك انا بصح. دابا انا كنت واحد السيد عندنا زعما حدايا في بوزكوره عند الفيلا ديالو كيشري عندنا واحد الفيلا. قال له ديوها كاين واحد السيد فكادير كذا كذا واحد السيد صاحبي سميتو باها صديق ديالي وقريت معاه هذا كان فقيه وهذا كان فقيه. نعم. الله يجزيك بخير هذا القابل زعما ما عندناش مشكل هذاك السيد انا عمري ما شفتو زعما ديال. لا تتكلم على بعد يتكلم على غير عن بعد هادي لا دوز على الاوديو كذا 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 غير الاوديو هذا قضية كذا. قلت انت واش غتجي؟ قلت له دابا انا قال لي شوف حسن بلا ما حنا المهم قال لي واش دير انت الرقية؟ ثم انا هو وراه قال الحمد لله راه قاري الحمد لله انا قاري ماشي قال لي غادي تجيب لي الحمل تزيد لي الحمل ودي في البلديه يوم تنوض قبل الفجر يوم الجمعه عطينا خير الزمان وشو الطريقه اللي دار معايا حنا درت ديك الزيت وديك الرقيه درت لها الرقيه فيها درت لها يمكن 41 حمدو ولا 72 ايات الكرسي يمكن دين مسوي واحد يدوز وتبخرتي بها. لا ماشي زعما تبخر نقول لك شنو بغيت انا نجيك بطريقه شنو اللي درنا في عندنا زهر كان مثلا كان هذاك يوم السبت عطينا خير الزمان هذاك اليوم الجمعه قلنا نهار السبت باللي نديرها نصبح على الحد ايوه تسعه الليله ديال السبت نصبح على الحد ايوه نتصنع مع الصباح قلت له بابا راني حمت راسي درتها في الليل معاخا هي دابا انا راني معاه قلت لي بابا هادشي الليله ديال السبت الصباح ديال الحد بدات تنقول لها المهم لاباس شويه لاباس قالت لي بابا راني حرمت راسي معاقب فدارت الزيت الليل دارت الزيت هي قالت لي الزيت قلت لها عبد الله مشترج قالت لي ديك بابا راني حرمت راسي معاقب دابا هادشي انا ما عرفتش والله نسيتي تمحى لا وقت تكون هي تكون هكا دارك شي سيمانه بالدار ولا 15 يوم وجا القنطور باش تقول لك انا نخرج معاك امويا نوضي نخرج لك ولا تقلت انت نوضي تبغى تطلع ما تبغى تخرج معايا عادي هادشي في الاول هادشي في الاول في الاول كتجي الحاله وكتمشي طيب كمل معايا الحرمل باش نفهم خليني غير نكمل باش نفهم مزيان دابا ملي قلت لها هذاك الحرمل قلت لك انا قالت لي يا ودي صباح الحد قالت لك الله يعطينا خير الزمان قالت لي يا ودي راني
انا حبس بابا راني اللي حضرته الاولى وي تسمتي خدمه شنو دابا شي فهمه راه عادي فتايك انا قلت له راني حلمت راسي كنديروا قعدوا انا مش المهم طيبات ماما الفطور طيبات كذا غير سولت ماما قالت لها قالت لها ماما نفسي قالت لها قلت لها راني حلمت راسي كذا قلت لها قعدوا انا مشي فعلا من هذا عمو لا عمو لا عمو لا عمو لا عمو لا عمو وما عاودتها شكل ما نصح صافي كيدوز واحد المده هكا ساعه ساعتين صافي كنتسى. انت كنتي كتحلمي كتاكلي لحم الكلاب؟ اه هذا قبل ما نمرض وكانت كتطلع فيك كنتي كتنبحي؟ كانت كتهضر في الاول كانت كتنبح كتنبح لواحد الكلاب جميل مزيان اذا كتاكل لحم الكلاب وكتنبح مزيان طيب قلتي عملتي الحرمه الحنطه ستشلات فعلا وهي كتشوف امراه بلا رجلين قالت فعلا هذه الكلمه زعما اللي هي اللي قالت لها مطبقه درتي لها السكانير درتي لها امور طبيه انا درت السكانير من الكاشوشه حتى القدمين الطبيب داك الطبيب مسكين قص قال لي هاك قص والله العظيم مش هذا والله الا قص كتقول للناس قال لي شوف اسيف يا اخي قال لي انت اسف على البنيه ما لقاش شي حاجه طبيه عرفتي دابا كنسير هكا يما فوق كذا نسير والله بعد ضرب السير طلع تقلب عرفتي راه قال لي ما عرف ما فهمتش انا قال لي ما عندها والو ما عندها هذا التقرير راه هنا كيبان الطبيب كيوقف في الجهه صافي السلام عليكم عاوتاني هذا الشيء ولي دابا كنت دابا اش كنت تعمل مشي لواحد المراه شوف مشي نعاوتي لواحد المراه واحد المراه ديك ديك ديال ديك ديك ديال داك دابا كتسمع الرقيه صافي سبحان الله ديال المرشوش كنشعلوا الرقيه في الدار ديال لا الرقيه ديالك انت الرقيه ديالك اللي كتقول ما كاينش شي رقيه اخرى كاع شي كاع يقرا شي واحد قال حتى الصباح انا ما تاثرش والله غتاثر كلشي علم اليوتيوب عندي كتاثر اي اليوتيوب ديال واحد الباب في الدار كان جوج ديال الباب دابا انت وليتي راقي دابا صح والله الا سبحان الله العظيم دابا الرقي علاش حنا عندنا الامنيه ديالك باش نشوف دابا هذا هو السؤال دابا الرقى تمشي مباشره ما كتاثرش ولكن بالمقاطع كتاثر اي شي كنت كنقول عرفتي علاش؟ حيت في المقاطع كنقول داك الشيء اللي كيناسب داك الشيء حيت الدلال المرشوش كل وجه اللي كيتاثر داك الشيء اللي كتقول شي دابا نقرا عليها دابا مثلا في حاجه واخا نقرا على فهمتي ما تاثرش ولكن الا قلت غير كلمات خاصه بداك الشيء تيبقى يتحرك. تقدر تقلب هذاك الشيء هذا الشيء اللي كان عندك الشيء اللي كان عندك الشيء اللي كان عندك الشيء اللي كان الرقيه واحد الرقيه ديال الكلاب في اليوتيوب كان اقرا ديالك. نعم. هذيك الثانيه شنو سميتها؟ سميتها؟ ديالاش؟ شنو كنقول فيها؟ السحر الخفي. عاوني اي حاجه عاوني بها بنتي باش نوصل دغيا. واخا السحر الخفي. هذيك الاول فاش كنكيتسرى وكندير هذه ما كيحسبهاش. صافي طيب ساحر خفي هذه الكلمات مهمه بزاف صافي اشوف غادي الحاج دابا غادي ما تمشيش غادي تدخل القاعه الاخرى ياك من بعد عندك زيوت تبعهم ديرهم واحد 3 ايام مع البرنامج ديالك في الواتساب غتوجد 3 ايام وتجي تقعد 3 ايام هنا شوف انت 3 ايام اللي مناسبك تجي مع الويكاند مثلا الجمعه تجي مع الجمعه والسبت واحد زويله صافي غنشاهدوا معاه كاملين وباذن الله غيطلعوا ان شاء الله تشي لرجليها. اذا كان عندي جمعه والسبت والحد مزيانه ليا. وان شاء الله باذن الله غدير معاك تشي لرجليها. الله يعين. شوف هذا الخير هذا داخل. هذه بنتي انا كنشوف انا كنشوف انا كنشوف دابا ولاد المسلمين وبحال ولاد النيل حشومه. لا شوف. لا لا شوف والله من قلبي كنقولها والله. ونقسمك بالله الا عندي واحد راح حسنا الشرف اللي مشيت لا هذا الشرف ليا. والله واحد النهار تبعنا. الشرف ليا. لا ولاد ديالي بالطوموبيل. ولكن مع الاسف السيده الله يهديها اللي كانت انا ماشي مشكل جميع خير باش نشوفوا لعله خير ما خلاتناش نشوفوا لعله خير شوف دابا شوف تاخذ الزيوت تدخل بعدا الشيء غنعطيه للسيد ياكد عليه باش تمشي مقاده نعطيوها مزيان وغتسالي غتاخذ الزيوت فهمتي غتمشي سير تبع ثلاث ايام دابا هي هذيك لا اربعه والخميس تبع من دابا ثلاث ولا اربعه والخميس اجتهاد في الدار مع البرنامج مع الدهان يوميا انا في الطريقه جي عندي ان شاء الله وتبقى معاه جي الجمعه باذن الله والسبت ماشي مشكل جي ان شاء الله وغادي نجتهدوا ان شاء الله صافي صافي شوف كل مرتاح باذن الله ترجع ان شاء الله خير ان شاء الله امين لا شوف انا اخوك لا ماشي مشكل انا موجودين احنا خوت لا لا احنا ما شاء الله ما شاء الله وانت شرف ليا تعرف عليك والله العظيم راك راجل طيب بارك الله فيك نشكرك اصبر بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك سير الله يعزك لا لا والله بحال بنتي لا لا ما ذكر راس ما
انت راجل طيب لا 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 خويا لا ما كاين حتى مشكل بالعكس دابا شافني انا شافني دابا على خويا انا نقول لها ديالك صافي ماشي مشكل مرحبا ماشي مشكل انا نقول لها انا نقول لها الحمد لله راه ما شارك عافره لا ماشي مشكل سير الله يسخر لكم راه حصل شرف على هذا الشيء في القاعه يرتاحوا وغنتكلم مع الاخ المشيد شنو يعمل معاه صافي يا فاتسنى انا طارق الشيخ لا انا باقي غادي نمشي لا يتسناو حيت مصلحتهم شوف واش واش البنيه اللي تقول لي كازا خويا يكون في العيون يتسنى بنتو هذيك اي مرحبا صافي واخا شوف خرج خرجهم بشويه ورجع عندي واحد شويه جيبي شي بريزا سيرا هذاك عطيني واحد خمسة دقائق لا لا شوف راه شوف هو كلشي هذاك الشيء بيناتنا اسير هذاك الشيء لا لا صافي انا حشمت كاع تكلم قد حشمت وكتب لي شي حاجه قديمه اليوم الحمد لله مثلا كعرف ولدي انا داير بحال ماشي مشكل صافي سير ولد قال خصك ديرو معاك عاشي برافو لا حتى حنا راه عينا ما هذا هو ولكن سبحان الله العظيم الحمد لله اللهم فضل لهم جميع كاع سير الله يسخر لك الله يكرمك ولكن سبحان الله راه هذا الشيء علاش كتحسد الانسان والله راه كيتحسد على هذا الخير والسعاده والله يا الحاج شوف اش نقول لك زعما اللهم بعث محمد الا داكشي تنديرو مع الناس انا ما نكذبش عليك هادشي زعما انا والله الا اسيف على هادشي هكا اللي دار الا اسيف حيت علاش الحمد لله ربما الا فك الله وجينا تلاقينا في الضابطه وتسولي على هي على الكلمه ديالي انا ماشي مشكل فهمت داكشي زعما اللي تنديرو راه والله اللي غادي ولكن علاه على هاد كاع علاش نحسد واش انا مثلا رزق ديال الله مثلا واحد الرزق والله شي كنتكلم لينا يومين في الفيسبوك كتكلم علينا انا واش الله سبحانه وتعالى حسن صعيب تبارك بعضك معنا بالرزق واش انت دابا بحالي انا تانا خدمت تعبت درت واحد انا حتى تخدم نوض بكري سهر سهر الله يحفظك ما بغيتش ليك تلعب ما بغيتش باغي غير يحفظك يدك موجوده وبنادم مفعشوا علي والله يدي ما خلط الله يحميك خذ تسنى انا ونتكلم معاه تسنى لا هذا على الهاتف خذ رقمي وخلي رقمك عندنا ناخذ ونسجلوا عندنا مرحبا بك مرحبا بك الله يكبر فيك سير انا مع الطلبه راه ديما مساعده سير الله يحفظك سير زيدنا عليهم والله الا مع الطلبه والله سير الله يسخر لك واحد السيد هذا سمع لي ما قلتش واحد السيد تيشكرك واحد الفقيه الحمد لله واحد السيد مسكين سلم عليه سلم عليه عرفتي شكون يمكن سميتو السي حماد على كره القدم شو سلم عليه كاع الفقه سلم عليه والله الا مسكين كاع كنحبهم كيحبوني سلم عليهم مسكين زعما هو رشدني باش سير الله يحفظكم الله يكبر فيك مسألتك اللي قريتها غير سير تمشي عندي ونهضر معك سير صافي لا لاكم مرتاحه سير لا واش عاقل زين وعاقل وقريت كل شيء وعاقل غير سير يسهل سير الله يحفظك هاني اخويا احنا خوت ماشي مشكل بالنسبه للخلاص لا 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 هذيك البنيه انا اللي غادي نتكلم فيها هذا الشيء هو صدقه جاريه ومن بعد غير سير يسهل عليك وكيفاش غنديروا خليني دابا نتكلف مع نجمعوا السبت مع اختك هي الاولى نطمئن عليها وديك الساعه نتكلم معاك انت انا بغيت شوف راه باش نجيك الصراحه نخلص المسائل ديالي لا لا ماشي مشكل لا سير ماشي مشكل والله ما مشكل والله ما عندنا مشكل صافي سير سير والله ما عندنا مشكل شكرا بزاف انا هادي بالعكس هذا واجب اخويا والله هادي معايا كبير لا خصني خصني نخلص واش نضمن راسي غادي نجي ما شاء الله طيب المشكل ما كيبقاش مشكل مادي كيبقى مشكل كيولي مشكل انساني يعني كتشوف حاجه احاله انسان صدقه جاريه كل ما مشيت على انا عندي الاجر فهموا انا كيفاش كنفهم كل ما هاد السيده غتمشي على رجليها عندها 12 عام كل ما غتمشي على رجليها انا عندي اجر صح ولا لا وكل ما غيشوفوا عائلتها كتمشي على رجليها غدعي معايا وغيدي معايا العائله خلي هذاك والجيران والعائله يعني هاد الشيء راه ماشي وشوف اسمعوا مزيان والاطباء كيقول لك على ان اعطيني واحد دقيقه دقيقه والاطباء كيقول لك على ان هذه الحاله واقفه طبيب شوف الطبيب تعصب ورمى بالقلم قال ما يمكنش كنشوف الدريه ما شاء الله ولكن ما كيبان ليا والو في السكانير في الليرين ما كيبان ليا والو الطبيب ما كيبان ليه والو شنو غيعالج لكن حنا كيبان لينا الان ماسونيه قبضه ذله حركه في القدمين حركه في اليد حنا كيبان لينا هادشي ما بانش الاطباء هادشي اللي كيبان بفضل الله عز وجل ماشي بيدينا بفضل ديال الله ذهبت عند الرقى لكن ما تاثرت لكن بمقاطع يعني بفضل في البيت تاثرت هنا صعدوا اذا لزاما علي ان اساعدها اصبحت حتى انا اذا تنحيت ساثم اصبح اثم فهموا الفقه كيفاش عامل
أنا إذا تنحيت سأصبح آثم لأنها تأثرت عندي وما تأثرت عند غيري. والطب قال لا 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 وجود للعلة، مع أن عند الشلل طفلة في مشرعة أصبح آثم. لو أن كان بدلي في مكان آخر يقوم بالمقام متأثر عنده قل لا نقسم الأمور وسير ليس سهل عليك. إذا أنا غنجتهد معها وعندي الفريق الحمد لله غادي يعاوني في هذا الأمر من إخوة وأخوات، وغادي نوصلوا بإذن الله ونفرحوها ونفرحوا الأم ديالها والأب ديالها بإذن الله، وإن شاء الله تمشي على القدم ديالها. هادشي عشناه كمرارا وتكرارا، عشتو مع بنات 30 عام 40 عام 10 سنين شحال داز على هذا الراس. حالة الشلل بفضل حالة الشلل كانت هي أول الحالات بفضل الله التي عالجتها في بداية مشواري في الرقية. وكم من حالة بفضل الله في الشلل عالجتها بفضل الله، سواء في البيوت حتى قبل ما يكون عندي المركز، سواء في البيوت أو بفضل الله في المراكز التي عيني بفضل الله تعالى. ما كنقولش عندي خاصية ولا، فقط هو فهم وتوفيق ديال مولانا الكريم سبحانه وتعالى، توفيق ديال الله عز وجل، والحمد لله بحمد تتم الصالحات. إذا إن شاء الله عز وجل أنا والله العظيم أشهد الله قد غادي نساعدها لله تعالى صدق الجارية، لا طمعا في، لا أعرف أن ولدها مقاول أو عنده مال أو كذا، أنا عملتها لله لأن نظرت إلى ما هو للأجر الذي يبقى في الدنيا وكذلك أراه في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، هذا هو الذي أريده بفضل الله عز وجل. شوف الحسد ودرس آخر، هو الحسد ماذا يصنع؟ لأن الأب مهتم أبناؤه بناته بالبيت، حسد على أبنائه وذريته، فالسحر صنع له قوي في البيت وفي القبر للذلة في الأبناء للشلل، حتى يقول له أنت عندك المال فانظر كيف ستشفي ابنتك، ابنتك هذه تحبها جعل لها الشلل، فأين مالك فيما سينفعك؟ انتقام في الأبناء وانتقام في الآباء على المال وعلى الرزق، فهمت كيف؟ فليفهم هذا كذلك. إذا هذه الأخت إن شاء الله نحطها بإذن الله في عيننا كما يقول المغاربة، ونهتم بها جميعا إن شاء الله، ونجتهد معها بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.